نظمت مؤسسة حياة كريمة دورات تدريبية للتأهيل للتوظيف بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها في إطار مبادرة طور وغير لأبناء محافظة القليوبية. وتهدف الدورات التدريبية إلى توفير التدريب قبل التوظيف تمهيدا للقبول في وظائف ملتقى التوظيف الذي يوفر 7000 فرصة عمل. ويقام يومي 20 و21 من أغسطس الجاري بنادي سيتي كلاب ببنها. اليوم الأول هيكون مهارات البرامج الحقيقة بالتعاون مع مايكروسوفت. عندنا النهاردة موجود مدرب معتمد من مايكروسوفت هيقدم تدريبات الحقيقة لمجموعة من البرامج. اليوم الثاني هيكون عن كتابة السيرة الذاتية ووظائف المستقبل. اليوم الثالث هيكون عن المهارات الشخصية ومهارات العرض. ده يمكن يعني في إطار التدريب المستمر اللي بتهدف ليه مؤسسة حياة كريمة للشباب كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية لرفع كفاءة الشباب المصري. فالنهاردة بإذن الله هندربهم على كيفية إنشاء السي في، وإن هم كمان يقدروا يعملوا برزنتيشن، يقدروا يحطوا فيه كل الشهادات وكل الشغل بتاعهم وكل حاجة خاصة بمهاراتهم الشخصية. وإن شاء الله بكرة وكمان يوم الخميس هياخدوا تدريب على المهارات الشخصية والمقابلات الشخصية، زي إن هم يجتازوا أي مقابلة شخصية وإزاي إن هم كمان يقدروا إن هم يتعرفوا على مهاراتهم الشخصية من خلال تدريب المهارات الحياتية على مدار يومين. التدريبات عبارة عن تدريب للشباب على المهارات الأساسية اللي منها مهارات الكمبيوتر والإنترنت، وإزاي يكتبوا السي في وبعض المهارات الشخصية اللي تمكنهم من القبول في أي وظيفة ممكن يتقدموا ليها خلال أيام الملتقى. استفدنا جدا من الكلام بتاع الدكتورة بسمة، عرفتنا إزاي نخش على برنامج مايكروسوفت وازاي نتعامل معاه، والمميزات اللي ما كناش نعرفها الصراحه عن الايميل الجامعي اللي الوزاره عامله لنا، ان هو يتيح لك انك تخش على الموقع من غير ما تدفع الاشتراك السنوي بتاعه، وازاي ان احنا نقدر ان احنا نعمل سي في احترافي شكله كويس حتى لو انا مش ملم جدا بمعلومات البرنامج ومش مثلا مش واخد دوره الاي سي دي ال. لا، قدرنا ان احنا نتعلم منها ازاي ان انا باقل الامكانيات وباقل القدرات عندي ان انا اعمله بشكل كويس بشكل احترافي، وازاي اتعامل مع الشركات وازاي اقدر ابعت لها ايميل موثق معتمد واستنى الرد بتاعهم وابعته بشكل بروفيشنال.